السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخواني الكرام، أهلا ومرحبا بكم. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن بعض المقدمات المتعلقة بالأحكام ونحوها، بدأ في ذكر تعريف أصول الفقه بالاعتبار اللقبي. كنا عرفنا في بداية الكتاب أصول الفقه بالتعريف الإضافي، بأن نعرف لفظ أصول ولفظ الفقه باعتبارهما مفردين، ثم الآن يعرف أصول الفقه بالاعتبار اللقبي، يعني باعتبار أن هذا اللفظ أصول الفقه صار لقبا لهذا العلم أو هذا الفن، وذكر معه جملة من أبواب الفقه التي سيتناولها بالتفصيل بعد ذلك على مدار الكتاب إلى أن ينتهي منه. فذكرها على سبيل الإجمال للتشويق ولرسم الخريطة الكلية لعلم أصول الفقه، فذكر جملة من هذه الأبواب على سبيل الإجمال، ثم سيشرع في التفصيل فيها. فقال رحمه الله: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فعرف أصول الفقه بهذا التعريف الذي اختاره، فقال طرقه، أي أن أصول الفقه هو طرق الفقه على سبيل الإجمال، والمقصود بالطرق هنا الأدلة. الأدلة طرق الفقه، يعني أدلة الفقه الإجمالية، طرقه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فإن طرق الفقه التفصيلية أو طرائق الفقه التفصيلية هذه تدرس في علم الفقه، في علم الفروع، في علم الفقه العملي. فنحن مثلا عندما ننظر إلى قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، فإن هذا دليل جزئي. فإذا أردنا أن نستنبط منه حكما وهو حكم وجوب الصلاة، فهذا محله يدرس في علم الفقه. أما إذا نظرنا إلى مجموعة أدلة وأردنا أن نأخذ يعني مجموعة أوامر مثلا قرآنية ونبوية جاءت على هذه الصياغة، صيغة افعل، وأردنا أن نأخذ طريقا عاما إجماليا نستخدمه في كل موضع من هذه المواضع، فإننا ندرس هذا في علم أصول الفقه، فنقول أن الأمر الأصل فيه للوجوب، فهذا طريق عام نطبقه على الجزئيات. فأصول الفقه يعطينا قواعد عامة وقوانين كلية، إذا طبقناها على آحاد وأفراد وجزئيات هذه القواعد يكون هذا في علم الفقه. فنأخذ الطريق العام من علم أصول الفقه لنطبقه على جزئياته في علم الفقه. فقال: هو طرقه الإجمالية، طرقه على سبيل الإجمال، يعني على جهة الإجمال. فقوله طرقه أي طرق الفقه، والمراد أدلة الفقه الإجمالية، وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه عند التطبيق، مثل مثلا أن يقول الأمر للوجوب، ليس الأمر في آية أقيم الصلاة للوجوب، لا، الأمر عموما للوجوب. فإذا طبقناه على أقيم الصلاة نطبقه أيضا على آية الزكاة، نطبقه على أي فرد من أفراد هذه القاعدة. كذلك مثلا إذا قلنا النهي الأصل فيه للتحريم، فنطبقه على لا تقربوا الزنا، نطبقه على أي نهي وارد في الشريعة، ليس المقصود يعني نهيا مختصا أو مخصوصا، وإنما قاعدة عامة نطبقها على جميع الجزئيات. كذلك إذا قلنا مثلا أن الإجماع دليل شرعي وأنه يحتج به، لا نقصد إجماعا معينا، لا نقصد مثلا أن الإجماع على علو الله، لا نقصد إجماع معين، وإنما نقصد أن الإجماع من حيث هو دليل شرعي يحتج به، أن الكتاب دليل شرعي يحتج به، أن السنة دليل شرعي يحتج به، أن الاستصحاب دليل شرعي يحتج به. هذه قواعد عامة ليس المقصود بها الجزئيات. فهذا هو الذي يدرس في علم أصول الفقه، أن ندرس الطرق الإجمالية، طرق الفقه الإجمالية، يعني من حيث الإجمال، من حيث الإجمال. وكذلك مما يدخل في أصول الفقه وأدخله في التعريف، قال: وكيفية الاستدلال بها. فأنت بعد أن تعرف ما هي أدلة الفقه، تعرف مثلا أن الكتاب دليل وتستدل على ذلك بالأدلة، أن القرآن دليل وأنه حجة، وأن السنة دليل وأنها حجة، وأن الإجماع والقياس دليل وأنهما حجة، وتستدل على هذا وتعرفه، وتعرف طرائق الفقه على سبيل الإجمال، ثم تعرف كيفية الاستفادة وكيفية استثمار هذه الأدلة، كيف تأخذ منها الأحكام، كيف تستنبط منها الأحكام. فهذا كيفية الاستدلال بها معطوف على طرقه في التعريف، أي أن موضوع
أصول الفقه ليس هو طرق الفقه فقط، لا كمان يدخل فيها ويعطف عليها كيفية الاستفادة من هذه الطرق، كيفية الاستنباط منها، كيفية إعمالها، كيفية التعامل معها ومراتبها وهكذا. ومما يدخل أيضا في كيفية الاستدلال ما يتعلق طبعا بأبواب كثيرة جدا من دلالات الألفاظ، فنعرف أن هذا يفيد العموم، هذا يفيد الخصوص، هذا يفيد الإطلاق، هذا يفيد التقييد، هذا يفيد الإجمال، هذا يفيد البيان أو التبيين، هذا يفيد الخصوص، هذا يفيد يعني غير ذلك من دلالات الألفاظ. وأيضا مما يدخل في علم أصول الفقه ما يتعلق بالمفتي أو شروط الاجتهاد، ما يتعلق بشروط الاجتهاد والفتوى ويتبعونه أيضا بالتقليد وما تعلق به. كثير من أهل العلم عندما يعرف أصول الفقه يدخله في التعريف فيقول وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذا جزء حال المستفيد هو المتعلق بشروط الاجتهاد والفتوى ومن هو المجتهد ومن هو المفتي والمقلد ونحو ذلك. هو الآن لم يدخله في هذا التعريف لكنه يدخل تبعا، لأننا إذا عرفنا كيفية الاستفادة، عرفنا الأدلة وعرفنا كيفية الاستفادة، لابد أن نتعرف من هو الذي يستطيع أن يستعمل هذه الأدلة ومن الذي عنده أهلية هذه الاستفادة فتدخل على سبيل التبع. ولذلك هو يعني أدخل هذا في نهاية مؤلفه. ثم بدأ أول هذه الأبواب التي ذكرها على سبيل الإجمال، وهو ما تعلق بتقسيم الكلام. والكلام الذي نتلفظ به هذا ونقول الكلام العربي، هذا يبحث في عدة علوم، فيبحث في علم متن اللغة، يبحث في علم النحو، في علم الصرف، في علم البلاغة، في علوم كثيرة، علوم العربية، فهذا هو الأصل فيها أنها تبحث في علوم العربية. وتقسيم الكلام وتقسيم الجمل هذا الأصل فيه أنه يبحث في علوم العربية خاصة علم النحو. لكن هم الأصوليون ينظرون نظرة خاصة فيأخذون من بعض علوم العربية ما يتعلق أو ما يحتاجون إليه في علم أصول الفقه، لا سيما تقسيم الكلام إلى الأمر والنهي، لأنك تعرف أن الأدلة التي نبحثها في علم أصول الفقه منها ما هو لفظي ومنها ما هو غير لفظي، الأدلة منها ما هو لفظي ومنها ما هو غير لفظي. اللفظي هذا هو أدلة شرعية لفظية، يعني أنها تلفظ باللفظ العربي، فاللفظ هو وعاء هذه المعاني التي نتكلم عنها في أصول الفقه. نحن الآن نريد أن نتوصل للوجوب الذي هو مدلول الأمر في قولنا افعل، فبالتالي هذا اللفظ الذي حمل الوجوب هو وعاء لهذا المدلول وهذا المقصود، فبالتالي لابد أن يعني نذكر مدخلا، يعني لا يحيلون على علوم العربية وإنما يذكرون هذا كمدخل تتعرف من خلاله على تقسيم سريع للجملة وللكلام ولأقسام الكلمة ونحو ذلك ومما يستفيدون منه. بعض هذه التقسيمات أهم من بعض، يعني بعضها نحن في حاجة شديدة له في علم أصول الفقه كتقسيم الكلام إلى الأمر والنهي، وبعضها يعني الحاجة فيه تكاد تكون قليلة أو منعدمة، لكنهم ربما قسموا بعض التقسيمات من أجل يعني تكميل التقسيم والتتمة. فهو قال أول ما قسم الكلام، قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. يعني يقسمون أول تقسيم للكلام، الكلام هو الذي نتكلم به اللفظ المفيد، اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا الكلام الذي نتكلم به أقل ما يتركب منه من أجل أن يعطينا كلاما مفيدا، هذا هو المقصود، أن أقل ما يمكن أن يتركب منه بحيث يعطينا جملة مفيدة، بحيث يعطينا معنى مفيد يحسن السكوت عليه. قال أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، كأن تقول مثلا زيد قائم، هنا مبتدأ وخبر، زيد مبتدأ وقائم خبر وكلاهما اسم، فتركب من اسمين وأفاد معنى يحسن السكوت عليه، فهذا كلام مفيد. كذلك يتركب من اسم وفعل، كأن تقول قام زيد فعل وفاعل، فهذا فعل وهذا اسم، فبالتالي تركب من اسم وفعل. ثم قال وفعل وحرف واسم وحرف، هذا خلاف ما استقر عليه جمهور النحاة، يعني نعم قال به بعض أهل العلم أن ممكن أن يتركب الكلام من فعل وحرف، كأن تقول ما قام أو لم يقم، فهم لم يعتبروا الضمير المستتر في الفعل قام أو يقم،
فبالتالي قالوا أن هذا ما ولم هذا حرف، والفعل قام أو يقوم هذا فعل، فتركب من حرف وفعل، لكنه لم ينظر إلى الضمير المستتر. لكن المستقر عند النحاة أن الضمير المستتر يعامل كالظاهر، يعني يعامل كأن يعني على أساس وجوده في الكلام، فبالتالي يعني يكون هذا راجع على إلى تركيب الكلام من يعني فعل مثلا واسم، فبالتالي رجع إلى ما قبله. كذلك اسم حرف، هذا قال به بعض أهل العلم وهو أكثر من الذين قالوا بالذي قبله، وهو أن يتركب الكلام من اسم حرف، وهذا في باب النداء، أن تقول مثلا يا الله أو يا أحمد أو يا زيد، فقالوا أنه تركب من حرف واسم، الحرف هو حرف النداء يا، والاسم هو زيد أو عبد الله أو نحو ذلك، فبالتالي قالوا أنه يتركب من اسم حرف، وهذا الذي جرى عليه المصنف، لكن أيضا الذي استقر عليه جمهور النحاة أن هذا يعني حرف النداء هذا قائم مقام أدعو، فأنت تقول يا زيد يعني أدعو زيدا، يا الله يعني أدعو الله ونحو ذلك، فيرجع أيضا إلى الاسم والفعل. فبالتالي هذا الذي جرى عليه، ويعني هم لا يعتنون كثيرا بتحقيق هذه المسائل لأنهم لا يستفيدون منها، فقط يعطيك مقدمة من أجل أن يصل معك إلى تقسيم هو يريده، وهو تقسيم الكلام إلى أمر ونهي وغير ذلك من الذي يعني التقسيمات التي ستأتي معنا. نعم، طبعا الأسماء والأفعال والحروف يعني مساس الحاجة أو الحاجة إليها في أصول الفقه تتفاوت. فمثلا الأسماء وبعض التقسيمات المتعلقة بها نحتاج إليها، فمثلا نحتاج إلى تقسيم المعارف، الاسم العلم، الاسم الموصول، اسم الإشارة، الضمير ونحو ذلك، لأن هذا بعضه يعني يكون إليه حاجة شديدة، مثلا في باب العموم والخصوص مثلا، فالأسماء المعرفة بأل، وسواء كانت مفردة أو كانت جمعا، ما الذي يفيد منها العموم وما الذي لا يفيد العموم، كذلك النكرات متى تفيد العموم ومتى لا تفيد، متى تفيد العموم ومتى تفيد الإطلاق، فهذا التقسيم نحتاج إليه. كذلك بعض الأفعال، ربما نحتاج إلى الأفعال في بعض الأمور أيضا، والفعل يعني دلالته على الحدث، وإذا جاء أيضا في سياق النفي هل يفيد أو لا يفيد، إذا جاء في سياق الإثبات لأنه يدل على حدث وعلى زمن، هذا أيضا نحتاج إليه نوعا ما. كذلك الحروف ودلالات الحروف، ولذلك كثير من علماء أصول الفقه المتأخرين كانوا يفردون أبوابا لمعرفة معاني ودلالات الحروف، وما هي الدلالة الأصلية والمعنى الأصلي للحرف، وما هي الدلالات المجازية للحرف، حتى نحمل الحرف على معناه الأصلي إلا أن يدل دليل فنحمله على معناه المجازي، هذا أيضا الحروف حروف المعاني نحتاج إليها، يعني تمس الحاجة إليها أيضا في علم أصول الفقه. ثم بدأ يتكلم على تقسيم للكلام، قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، وهذا ذكرناه. ثم بدأ يتكلم عن تقسيم الكلام إلى تقسيم آخر شديد الأهمية أيضا في علم أصول الفقه، وقال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمند وعرض وقسم. هذا الفصل الذي جعله يعني قال وينقسم أيضا، الذي جعله بين الأمر والنهي والخبر والاستخبار، ثم جعل يعني كأن تقسيم آخر للتمني والعرض والقسم، يعني كأنه يستدرك على من قسم الكلام إلى التقسيم الأول دون الثاني، يعني بعض العلماء اكتفى بالتقسيم الأول، قال الأمر ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، كأنه يعني يستدرك عليه يقول أيضا ينقسم إلى تمن وعرض وقسم، لكن ليس معنى هذا أن هذا تقسيم غير هذا، لا هو تقسيم واحد. الأمر الثاني أن هذه التنويع أو هذا التنويع يعني إذا كان بمعنى أدق، أن الكلام يتنوع إلى هذه الأنواع يعني بعضها أهم من بعض، فتنويع الكلام إلى الأمر والنهي هو يعني أهم هذه الأقسام أو الأنواع التي يدرسونها في أقسام الكلام إلى الأمر والنهي، لأن الشريعة تكليف، والتكليف مبناه على الأمر والنهي، افعل أو لا تفعل، الأمر يدخل فيه أمر الوجوب والاستحباب، والنهي يدخل فيه نهي النهي التحريم ونهي الكراهة، فبالتالي مبنى الشريعة على الأمر والنهي، بخلاف مثلا الخبر والاستخبار والتمني والعرض والقسم، يعني بعضها أصلا لا نحتاج إليه، وبعضها ممكن يعني إذا بعناء أخرجنا له بعض الفائدة القليلة، لكن مثلا الخبر ممكن نحتاج إلى معرفته مثلا في باب النسخ، فنعرف أن النسخ مثلا يدخل على الإنشاء لا يدخل على الأخبار، فنعرف أن هذا خبر يعني النسخ لا يدخل فيه، فبالتالي بعض هذه التقسيمات ربما نحتاج إليها في بعض الأبواب. فقال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي إلى آخره،
أي باعتبار مدلول. هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار مدلول ومقصود هذه الألفاظ. يعني افعل، ما هو مدلوله؟ ما هو الذي يدل عليه افعل؟ يدل على أمر أو نهي أو إلى آخره، فباعتبار المدلول والمقصود منه، هذا هو التقسيم. فقال الكلام ينقسم إلى أمر، والأمر هو ما يدل على طلب الفعل بنحو، يعني بنحو فيه إما إلزام أو ندب وحث. فيدخل فيه يعني يدخل فيه نوعان، يدخل فيه الطلب الذي يدل على الإلزام الذي هو طلب وجوب، ويدخل فيه الطلب الذي لا يكون إلزاما ويدل على الحث والندب. وإن كان هو المصنف ربما جرى على أن الندب أو المندوب ليس مأمورا به، ليس مأمورا به، وهذا سنتعرض له. فالكلام هنا ينقسم إلى أمر، والأمر هو ما يدل على طلب الفعل، مثل مثلا أقيموا الصلاة، هذا أمر صيغة افعل، وتدل ما هي دلالة هذا الأمر؟ تدل على طلب الفعل. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول لنا أقيموا الصلاة يطلب منا أن نفعل هذه العبادة المشروعة وهي عبادة الصلاة. وقوله ونهي، وهو ما يدل على طلب الترك، طلب الترك، لا تقربوا الزنا، فبالتالي يعني النهي يدل على طلب الترك. والنهي طبعا يتضمن نهي الإلزام، فهذا للتحريم، ونهي الكراهة يعني نهي غير الإلزام فيكون للكراهة. والخبر، قال وخبر، الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. فالخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، يقيدون بهذا القيد لذاته ليقولوا أن هذا بصرف النظر عن قائله. مثلا عندما تعرض لآية فيها خبر، فهذا تستطيع أن تقول هذه صادقة أو كاذبة، فإذا نظرت إلى القائل، فإذا علمت مثلا أن القائل هو الله، من أصدق من الله حديثا، فبالتالي تقطع أن هذا صدق. وإذا نظرت مثلا إلى أن القائل الشيطان أو مسيلمة الكذاب، فتجزم مثلا أو يغلب على ظنك كاذبة، فبالتالي يعني بدون أن الخبر يدل على الصدق والكذب أو له نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه بصرف النظر عن القائل، وإنما باعتبار القول نفسه. تقول مثلا جاء زيد، هذا خبر، أنت تستطيع أن تقول لي أنت كاذب إذا كان زيد لم يجئ، وتستطيع أن تقول لي أنت صادق إذا كان فعلا جاء زيد، فبالتالي له نسبة خارجية إما تطابقه أو لا تطابقه، هذا هو الخبر. الاستخبار بمعنى طلب الخبر، طلب معرفة الخبر، بمعنى الاستفهام، أن تطلب الفهم، طلب معرفة الفهم، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما لديك. تقول مثلا أجاء زيد، فأقول لك نعم أو لا، فأنت تطلب، هذا هو الاستخبار، تطلب المعرفة. وأما التقسيم إلى التمني، التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يطمع في حصوله، يعني لا تطمع أن هذا يحصل، يعني تستبعده أو تحيله، إما على سبيل الإحالة أنك تستحيل فعل مجيء هذا الأمر، أو أنك تستبعده يعني بعيد عنك لا تطمع في حصوله، مثل مثلا قول الشاعر ألا ليت الزمان، ألا ليت الشباب يعود يوما. الشباب يعني يستحيل في العادة وليس في العقل، العقل لا يحيل أن الإنسان يرجع شبابا، لكن العادة التي جرى يعني أجرى الله سبحانه وتعالى عليها الكون وعليها البشر أن الشباب لا يعود، فالذي وصل مثلا إلى سن 70 أو 80 لا يعود شبابا مرة ثانية، فبالتالي هذا أمر محال في العادة. ومثلا من أمثلة الأمر الذي يعني تستبعده، مثلا تقول ليت لي مالا فأحج به، وأنت مثلا فقير معدم ليس عندك مال، فهذا مما يستبعده المرء خاصة إذا كان فقيرا، لكنه ليس أمر محال، ربما إن شاء الله يعني يحصل له هذا الرزق. وينقسم أيضا الكلام إلى عرض، وهو الطلب برفق، مثلا تنزل يعني تطلب من أحد أصدقائك، تقول ألا تجئني، ألا تزورني، فبالتالي يعني هذا طلب منه برفق. كذلك مثلا القسم، والله لأفعلن كذا، فهذا أيضا تقسيم للكلام. نعم، طبعا أهم هذه الأنواع التي ذكرناها هي الأمر والنهي، وأيضا معرفة الخبر مهمة. أهم هذه الأنواع والتقسيمات التي ذكرناها هي الأمر والنهي، لأن مبنى الشريعة ومبنى التكليف على الأمر والنهي، ومن المهم أن تعرف ما هي يعني الخبر ومتى يخرج، يعني هذا يعني عندما تتعمق أكثر في أصول الفقه تعرف الخبر الذي هو يعني جاء على الجادة، هو خبر في المعنى وفي اللفظ، وربما يخرج عن 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 معنى الخبر، عن يعني يكون اللفظ خبرا لكن يخرج إلى الطلب، أو يكون طلبا ومعناه الخبر أو نحو ذلك، هذه الأمور يعني تأتي معك بعد ذلك.
قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا أيضا تقسيم للكلام لكنه تقسيم من وجه آخر، يعني باعتبار آخر، باعتبار ماذا؟ باعتبار الاستعمال، يعني باعتبار هذه الألفاظ التي نستعملها والتي يستعملها العرب إذا يعني لها تقسيمات من حيث الاستعمال. هل يستعملونها مثلا في ما وضع له، فيما وضعوه له أولا فيكون حقيقة؟ يعني مثلا العرب وضعت كلمة أسد للحيوان هذا المفترس المعروف الذي مواصفاته نعرفها جميعا، فهذا الاسم وضع له أسد، وضع له وضعا أولا، فإذا استخدموه فيه أو استعملوه فيه فيكون هذا الاستعمال استعمال حقيقي، فيقولون مثلا رأيت أسدا، يعني هذا الحيوان المفترس، رأيت أسدا في الغابة أو رأيت أسدا هكذا، فيتبادر إلى الذهن أن المقصود هو الأسد الحقيقي. لكن مثلا إذا قال رأيت أسدا يخطب في الناس، فأنت الآن خرج عن الحقيقة إلى معنى آخر دلت عليه القرينة ودل عليه السياق، لأن الأسد الحقيقي لا يخطب في الناس، وإنما الذي يخطب هو الرجل الشجاع الذي تريد أن تشبهه بالأسد بجامع الشجاعة بينهما. فبالتالي هناك ألفاظ وضعها العرب لمعاني مخصوصة ثم استعملوها في معاني أخرى على سبيل المجاز، فإذا استعملوها هذه الألفاظ في معانيها الأولية التي وضعت لها أولا فيكون هذا استعمال حقيقي، وإذا خرجوا بها عن معناها الأول فيكون هذا استعمال مجازي. فهذا تقسيم للكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة وإلى مجاز. فهو هنا عرف الحقيقة فقال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني هم وضعوا كلمة أسد للحيوان المفترس، فعندما استعملوه في الحيوان المفترس فيكون هذا استعمال حقيقي، لأنه بقي في الاستعمال على الموضوع الذي وضعوه فيه، على موضوعه. نعم. ثم ذكر المصنف أيضا تعريفا آخر للحقيقة فقال ما استعمل، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني اصطلحوا على استعمال الأسد في هذا الحوار المفترس، هؤلاء الذين يخاطبون بعضهم بعضا، هؤلاء المتكلمة اصطلحوا فيما بينهم أن هذه الكلمة المكونة من الهمزة والسين والدال هي تستعمل في الدلالة على هذا الحوار المفترس، فاستعملوه فيما اصطلحوا عليه. هذا التعريف الثاني يجري أكثر على الذين يقسمون الحقيقة إلى حقيقة يعني شرعية ولغوية وعرفية، فتكون في كل استعمال منها حقيقة، فإذا استعمل في معناه الشرعي عند أهل الشرع يكون حقيقة شرعية، وإذا استعمل في معناه اللغوي عند أهل اللغة يكون استعمال لغوي، وكذلك في العرف، لأنهم اصطلحوا على ذلك، هؤلاء الجماعة من المخاطبة الذين يخاطبون بعضهم بعضا اصطلحوا على استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى عندنا، فبالتالي يدخل فيه. بخلاف مثلا التعريف الأول فإنه أقرب إلى الذين يجعلون الحقائق الشرعية والعرفية من قبيل المجازات اللغوية، فتكون حتى وإن كانت حقيقة في الشرع أو في العرف لكنها مجاز لغوي، إنها مجاز لغوي. أكثر هذه الأمور عند التحقيق والتحرير يكون الخلاف فيها لفظي. نعم. ومن التعريفات التي يعني يكثر أو يجرى عليها كثير من المتأخرين للحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وبعضهم يزيد يقول أولا، يعني الاستعمال اللفظ الذي وضع له أولا عند أهل يعني أهل اللغة سواء كان عربا أو غير عرب، فهذا هو الحقيقة، الاستعمال أو اللفظ الحقيقي هو الذي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، فإذا خرج عن هذا الاستعمال كان مجازا. ثم هو جرى المصنف على تنويع الحقيقة وتقسيمها أيضا إلى حقيقة شرعية ولغوية وعرفية، وهذا قريب من تعريفه الثاني، هذا يتماشى أكثر مع تعريفه الثاني وليس مع تعريفه الأول، كأنه يختاره رغم أنه صدره بقوله وقيلة، وقيلة هذه يعني أحيانا تستخدم للتمريض أو لتضعيف القول أو هذا الأكثر فيها، لكن أحيانا أيضا تستخدم يعني من أجل ذكر يعني ذكر أكثر من قول أو أكثر من تعريف وبدون التعرض ل يعني تضعيف أو عدم تضعيف، وهذا لعله مشى عليه لأنه يعني قسم الحقيقة بعد ذلك إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. فقال الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة، هذا هو. فمثلا عندما نقول الدعاء، عندما نقول الصلاة ونقصد بها الدعاء، فهذا لفظ مستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة، فإذا جاءنا مثلا كلمة دعاء في الشعر العربي ونحو ذلك فنحمله على معناه عندهم وهو معنى الدعاء،
وأنه حقيقة، وإذا كان يعني إذا كان الشاعر يقصد به الدعاء، فبالتالي هذا استخدام للفظ في موضع له عند أهل اللغة، فهذا يعني حقيقة لغوية. أما إذا جئنا مثلا واستخدمنا كلمة الصلاة في معنى الصلاة المشروعة، الصلاة إذا مثلا جاء وأقيموا الصلاة، هذا جاء في الشرع. فإذا حملنا هذا اللفظ الصلاة وأقيموا الصلاة على المعنى الشرعي المعروف عند أهل الشرع، وهو العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فيكون هذا حقيقة شرعية. وربما أطلق عليه مجاز لغوي باعتبار التعريف الأول، أن هذا خرج عن موضوعه الأصلي في اللغة، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، فيكون مجاز لغوي لكنه حقيقة في الشرع، حقيقة شرعية لكنه مجاز لغوي. وأيضا مثلا إذا جئنا إلى الحقائق العرفية، الحقيقة العرفية، أن نستعمل مثلا يعني لفظة الدابة في اللغة، في لغة العرب، تطلق على كل ما يدب على الأرض، كل ما يتحرك ويمشي على الأرض هذا يعني يطلق عليه دابة. فإذا أهل العرف تعارفوا على إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع مثل الفرس والخيل ونحو ذلك، فيكون هذا من الحقائق العرفية وإن كانت مجازا لغويا، يعني وإن كان هذا مجاز من حسب اللغة، إذا نظرنا إلى اللغة اعتبرنا أن هذا اللفظ مجاز في اللغة، لكن إذا نظرنا إلى الحقيقة العرفية هذا حقيقة عند أهل العرف الذين تعرفوا على ذلك واصطلحوا على ذلك، وصار هو الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تقول دابة، يتبادر إلى ذهنك ليس الأشياء التي تزحف مثلا والتي تدب على الأرض، وإنما يتبادر إلى ذهنك ذوات الأربع، لأن علامة الحقيقة هي التبادر. كيف أتوصل إلى الحقيقة وأعرفها من المجاز؟ علامة الحقيقة هي الإسراع إلى الذهن والتبادر إلى الذهن. عندما تقول رأيت أسدا، ما الذي يتبادر إلى ذهنك الآن؟ الأسد الحقيقي. لكن عندما تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر الآن، خلاص يعني هذه القرينة منعت من ورود والإسراع وتبادر هذا المعنى الأصلي إلى الذهن، وصار يعني يدخل مكانه معنى آخر، وهو ذلك الخطيب الشجاع الذي يخطب على المنبر. فعلامة الحقيقة هي التبادل. ومن أهم من الأمور المهمة في تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز أن الأصل في الكلام الحقيقة، وهذا من مشتملات علم الأصول والذي يعنى به علم الأصول، أن الأصل في الكلام هو الحقيقة، وأن الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة إلا إذا كانت هناك قرينة وعلاقة. فأنت مثلا عندما تقول رأيت أسدا، أنا مباشرة يلزمني أن أفهم أنك تقصد أسدا الحيوان الشجاع، لا تقصد الخطيب الشجاع. لماذا؟ لأن أنا المفروض أن أنا أحمل الكلام، الأصل أنني أحمل الكلام على حقيقته، ما لم تأتي قرينة. أنت الآن لم تأتي بقرينة، لم تقول رأيت أسدا مثلا يخطب في الناس أو يمشي مثلا في البيت أو نحو ذلك، يعني لم تأتي بقرينة تدل على منع المعنى الأصلي، فبالتالي أنا أحمل مباشرة الكلام على حقيقته وعلى أصله، فلابد أن تنصب لي قرينة تدل. كذلك لابد أن يكون هناك علاقة بينهما، فأنت مثلا لا تقول رأيت حجر وأنت تقصد حيوان رجل شجاع، لا علاقة بين الحجر والحيوان الشجاع، فلابد أن تكون هناك علاقة بين الأمرين، وتكون هناك قرينة منصوبة تمنع من صحة ورود أو تبادر المعنى الأصلي. وهذا أمر مهم جدا، هذا أمر ربما يحل الإشكال والخلاف الواقع بين وقوع الحقيقة أو وقوع المجاز في القرآن وفي السنة وكذا، لأن هناك من توصلوا بالمجاز إلى نفي معاني شرعية ثابتة، يعني بدعوى وجود قرائن عقلية تمنع من يعني من قبول أو من صحة المعنى الأصلي أو من إيراد المعنى الأصلي أو من أنه الذي يراد من اللفظ. وإن كانت هذه أصلا قرائن لابد أن تكون القرينة ثابتة فعلا، لا تكون قرائن موهومة ومتخيلة. وبالتالي إذا ضبطنا هذه الأمور فلا نحتاج إلى يعني الكلام الكثير حول مسألة يعني وقوع المجاز في القرآن والسنة أو عدم وقوعه. ولذلك مثلا قال كثير من أهل العلم، يعني هذا الذي عليه الأصوليين، أو قالوا متى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا. نعم. ثم بدأ يتكلم عن المجاز فقال والمجاز ما تجوز عن موضوع، يعني تعدي به موضوع، بمعنى تجوز يعني تعدي به
موضوعه. فمثلا انت الان كلمه اسد في الحقيقه يعني الحيوان المفترس، انت تريد ان تتعدى بهذا المعنى وتستخدمها في معنى اخر، فتقول رايت اسدا يخطب على المنبر، وتقصد رجل شجاع يخطب على المنبر، فانت تجاوزت المعنى الاصلي، المعنى الموضوع له في الاصل وفي في الاساس وفي يعني الموضوع له اولا، الى معنى اخر مجازي، يعني تجاوزت به معناه الاصلي. هذا معنى المجاز، انه تعدي به وتجوز به عن معناه الاصلي الى معنى اخر. ويعني نستطيع أيضا على ما عرفنا به الحقيقة أن نعرف المجاز أنه اللفظ المستعمل في غير موضع له أولا، اللفظ المستعمل في غير موضع له أولا. ثم أتبع ذلك بذكر بعض أنواع وتقسيمات المجاز، بعض أنواع المجاز، كما أنه ذكر مثلا في الحقيقة الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، كذلك أتبع ذكر المجاز ببعض أنواع المجاز، فذكر أربعة من أنواع المجاز، فقال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فهذه بعض أنواع المجازات، فيكون المجاز بالزيادة، وهو مثل عليه فقال المجاز بالزيادة مثل ليس كمثله شيء، فهذا على القول، لأن هذه الآية فيها تفسيرات كثيرة، فهذا على القول بزيادة الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأن الآن الكاف بمعنى مثل، الكاف للتشبيه بمعنى مثل، فإذا جرينا على أنها مؤكدة على أنها يعني مؤسسة وأنها حقيقية وليست مجازة وأنها ليست زائدة، فنقول ليس مثل مثله شيء، وهذا يثبت المثل لله، ولذلك الثابت من توحيد الله عز وجل بالأدلة القطعية منع هذا المعنى، فحملنا الكاف هنا على الزيادة التي هي يعني الذين يقصدون الزيادة بمثل هذا أنه يعني ليس لها معنى أكثر من التأكيد، يعني أنها مؤكدة لكن لا ليس لها معنى تأسيسي في الكلام، هذا معنى الزيادة. وطبعا من الأدب في التعامل مع القرآن أنهم يقولون هذا حرف صلة لا يكون حرف زيادة، حتى لا يعني لا يطلقون على لفظ من ألفاظ القرآن أو حرف من حروف القرآن أنه زائد، فيقولون هذا حرف صلة، فليس كمثله شيء، فيقولون يعني ليس مثله شيء، لكن وهذا الكاف كان لتأكيد هذا النفي، كان لتأكيد هذا النفي. وهناك من حمل الكاف هنا على معناها الحقيقي وقال ليس الكاف هنا بمعنى مثل، وكلمة مثله الواردة الاسم الوارد مثله أي ذاته كذاته، يعني المثل يستخدم في اللغة العربية بمعنى النفس والذات، فيقول معنى الآية ليس كذاته شيء، ويمشي يعني تتوجه الآية ولا إشكال. والذين يوجهون هذا التوجيه الثاني الذي ذكرته هم الذين أكثر من الذين يعني يتبنون نظرية عدم المجاز في القرآن، فهذا الذي مثل به على يعني مجاز الزيادة أن يأتي حرف زائد في يعني في الجملة. كذلك مجاز النقصان مثل قول الله عز وجل واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها في سورة يوسف. الآن هل المقصود أن يسأل القرية؟ الذين يقولون أن هنا مجاز بالحذف قالوا أن كلمة القرية المقصود بها القرية البنيان، مجموعة البنايات المجتمعة المحيطة ببعضها ونحو ذلك، فهذا يسمى قرية، فهو لن يسأل القرية بمعنى أنه يذهب إلى الخيام أو يذهب إلى الأبدية ويسألها، وإنما سيسأل من؟ يسأل أهل القرية، فلذلك ذهبوا إلى القول بمجاز بالحذف وقال المقصود واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. هناك أيضا من وجه هذه الآية على اعتبار دلالة الاقتضاء، أن الآية تقتضي، وهذا حقيقة وليس مجاز، وإنما قالوا أن الآية تقتضي أن يعني حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، وهذا من أسلوب العرب، فبالتالي يعني هذا يرجع في النهاية إلى نزاع لفظي. ثم قال والمجاز بالنقل، أن ينقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، كأن ينقل مثلا كلمة الغائط عن المعنى الأصلي في اللغة، أن كلمة الغائط تطلق على المكان المنخفض من الأرض الذي كانوا يعني يذهبون إليه ويقصدونه بعيدا عن الناس، وهذا من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني طلب الخلاء أبعد حتى لا يراه أحد، فيطلبون المكان البعيد المنخفض حتى لا يرام أحد فيقضون حاجتهم. فلما حصل هذا وتكرر وحصلت بينهما بين الحدث نفسه وبين المكان علاقة المجاورة، انتقل الاسم من هذا المكان الذي هو مكان منخفض إلى هذا الفعل نفسه، وهو يعني التبرز أو التغوط، فسمي الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط، فيكون هذا مجاز بالنقل، أن نقل هذا اللفظ من الموضوع له أولا إلى المعنى الآخر، وأيضا لابد أن يكون هناك علاقة بينهما وقرينة. كذلك المجاز بالاستعارة، وهو
مثل له بقوله جدارا يريد أن ينقض في سورة الكهف في قصة موسى والخضر. هل الجدار له إرادة؟ هذا أيضا الذي جرى عليه جرى على ظواهر المعلوم الإنساني، وإن كان طبعا الذين يخالفون في هذا يثبتون شرعا أن هذه الجمادات وهذه الأشياء وإن كنا لا ندرك لها يعني إرادة ولا ندرك لها كلاما، لكن ثبت بالأدلة الشرعية لبعضها الحركة والكلام والإرادة والحنين والبكاء ونحو ذلك، فيقولون أن هذا يعني عموما. فقال جدارا يريد أن ينقض، فهو يقول الآن شبه الجدار بإنسان عنده إرادة، لأن يعني الجدار ليس عنده إرادة، بجمع مثلا قرب الوقوع في كل، أن هذا يريد أن ينقض أن يقع وهذا قارب أن يقع، فبالتالي بهذا الجمع يعني شبهه بالإنسان، ثم يعني حذف الإنسان الذي هو مشبه به ويعني جاء بشيء من لوازينه واشتق منه الفعل وهو يريد على طريقة الـ يعني الاستعارة التبعية، على طريقة الاستعارة التبعية، فيكون هذا مجاز بالاستعارة، مجاز بالاستعارة. هذه هي أنواع المجاز الأربعة التي ذكرها المصنف، وهي المجاز بالزيادة وبالنقصان وبالنقل وبالاستعارة. ويعني لا نحتاج كثيرا إلى يعني التعريج على مسألة الخلاف حول المجاز ووقوع المجاز، لأن هذا لا يصلح يعني ربما في هذا المتن، في متن أوسع ربما يعني نحتاج إلى مثل هذا. ثم بدأ يتكلم عن الأمر. فنحن الآن عندما نوعنا وقسمنا الكلام إلى هذه التقسيمات التي مرت معنا، وقلنا أن أهم هذه التقسيمات وأولى هذه التقسيمات التي يحتاج إليها الأصوليون تقسيم الكلام إلى الأمر والنهي، لأن مبنى الشريعة على الأمر والنهي. فقال والأمر استدعاء الفعل بالقول بمن هو دونه، استدعاء أي طلب، تستدعي الشيء يعني تطلبه، استدعاء الفعل، والفعل هنا بمعنى الإيجاب، يعني يشمل الفعل والقول. فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى لك واذكر الله كثيرا، فهو يطلب منك القول فيدخل هذا في الفعل، وربما طلب منك أيضا أفعال قلبية فتدخل في الفعل، فهنا نعمم الفعل فنقول هو طلب الفعل بمعنى طلب كل ما يطلب شرعا من الله سبحانه وتعالى أو يطلب شرعا من الشارع، فبالتالي يدخل فيه الفعل، كأن نقيم الصلاة أقيم الصلاة فنقيم الصلاة، واذكر الله كثيرا يدخل فيه الأقوال، أن نقول مثلا أو قول لا إله إلا الله تفلح فنقول لا إله إلا الله، ويدخل فيه الأعمال القلبية المطلوبة أيضا، فبالتالي نعممه على هذه يعني يدخل يعني الفعل نعممه فيشمل القول والفعل وأيضا الاعتقاد. الأمر استدعاء الفعل بالقول يعني بالصيغة، بصيغة تدل على الطلب، لأن الأمر له صيغ تدل عليه، ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء، ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء يعني ممن هو دونه في الرتبة، لأن الأمر يقسمونه إلى أمر وإلى التماس وإلى دعاء. هذا التقسيم أكثر يمشي عليه أهل البلاغة وأهل البيان، أنهم يقسمون الأمر أو ينوعون الأمر إلى إذا كان من أعلى إلى أدنى، كأمر الله سبحانه وتعالى لعبده أو أمر السيد لعبده فيكون هذا أمر، وإذا كان من مساوي له أن تطلب مثلا من زميلك أمر ما تقول له تعلي كذا، فأنت الآن تلتمس منه لا تأمره، فيسمونه التماسا. وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى أن يطلب مثلا العبد من ربه أو يطلب الموظف من مديره أن يفعل له شيء، فيكون هذا يعني دعاء، أنت يعني تطلب منه يعني تطلب منه هذا. وهذا طبعا لفظ الدعاء يستخدم مع الله سبحانه وتعالى أن تدعوه بشيء، وربما استخدم أيضا مع غير الله سبحانه وتعالى، لكن في الأصل أن الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى وهذا الأصل فيه. وقول المصنف طبعا على سبيل الوجوب، لما قال على سبيل الوجوب يعني هذا الذي أشرت إليه قبل ذلك، أنه كأنه يمشي على قول من قال أن الند والاستحباب لا يكون مأمور به، لكن أكثر أهل العلم من الأصوليين يمشون على أن الأمر كما يكون للوجوب يكون أيضا للند والاستحباب، فيكون مشمولا يعني مشمولا بالأمر أو داخل في الأمر حقيقة، يكون داخل في الأمر حقيقة. طبعا صيغ الأمر كثيرة، صيغ الأمر كثيرة، منها مثلا صيغة افعل كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، ومنها مادة أمر أو أوجب أو فرض، هذه المادة نفسها إن الله يأمركم فرض عليكم كذا وجب عليكم كذا، هذه المادة تدل أيضا على الوجوب. منها أيضا الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، هذا أيضا يدل على الأمر. ومنها مثلا اسم فعل الأمر، وهكذا بعض الصيغ الأخرى تدل على الأمر، وهي الأصل فيها طبعا الوجوب، الأصل فيها الوجوب. من الأدلة الشرعية التي أخذها الجمهور باعتبار أن الأصل في الأمر الوجوب،
يعني التي استدلوا بها على ذلك، قول الله عز وجل هذا عمدة أدلتهم في ذلك، قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فنحن الآن الله سبحانه وتعالى يحذر الذي يخالف الأمر، هكذا الأمر المجرد المطلق، بمجرد أنه أمر فالذي يخالفه يحذر، يحذر بماذا؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى حذر الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه أمر منه بدون قرينة أخرى. فلذلك الجمهور ذهبوا إلى أن الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. الأمر إما أن يكون مجرد عن القرينة، أن يعني يكون هكذا مجرد أنه أمر يقول مثلا وأقيم الصلاة، أو يكون بقرينة. لا نتكلم الآن عن الأمر الذي يكون معه قرينة تدل على الوجوب أو تدل على غير الوجوب. الآن الأمر إذا جاءت معه هذه القرينة تحمل على هذه القرينة، يحمل على هذه القرينة. لكن نحن الآن نتكلم عن الأمر بمجرده هكذا، مجرد أنه أمر، فهو ذهب الجمهور من الأصوليين أنه يفيد الوجوب، واستدلوا بهذه الآية وأدلة كثيرة أخرى، وأدلة كثيرة أخرى. ونحن قلنا يعني جملة من الصيغ التي تدل على الأمر، منها قلنا صيغة افعل، وهي أشهر الصيغ التي تأتي عليها الأوامر في الشريعة الإسلامية. صيغة افعل، ليس المادة وإنما الصيغة، الصيغة أقيم آتوا، كل ما كان على وزن افعل، سواء كان افعل أو افعلوا أو افعلي أو فعل، يعني كل ما يلتحق يعني مشتقات هذا الفعل. كذلك قلنا اسم فعل الأمر كقول الله عز وجل عليكم أن أنفسكم، كذلك المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا للوالدين. الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كقول الله عز وجل وليكتب بينكم كاتب بالعدل، كل هذا يدل على الأمر. فإن كان مجرد عن القرينة يدل على الوجوب، وإن كان يعني معه قرينة تدل على شيء يحمل على هذه القرينة. يقول الماتن أو يقول المؤلف وهي عند الإطلاق والتجرد على القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب، وهذا الذي جرى عليه جمهور الأصوليين. طبعا هناك قول آخر الذين يحملون الأمر على يعني مجرد الطلب، أو يحملونه على الاستحباب والندب أو نحو ذلك، هذا يعني يدرس بالتفصيل في كتاب أوسع من هذا. لكن جمهور الأصوليين على أن الأمر عند التجرد عن القرينة، يعني عندما يأتي بلا قرينة يحمل في الأصل على وجوبه. فإذا جاءني أمر من الشريعة الإسلامية من الله أو من الرسول هكذا بدون أن يأتي معه قرينة تدل على الحتمية أو عدم الحتمية، فإني أحمله على الوجوب، فيكون ظاهرا في الوجوب. وهذا حمل ظاهر، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الأمر يحتمل الوجوب وعدم الوجوب، يحتمل معاني كثيرة أخرى، لكن هو ظاهر في الوجوب، هذا الذي يتبادر منه إلى الذهن، يتبادر منه إلي الوجوب، فبالتالي إذا لم أفعل فإنني أكون عاصيا مخالفا لأمر الله عز وجل. يقول إلا ما دل الدليل على أن المراد، نعم إلا إذا جاءت معه قرينة تدل على ماذا؟ تدل على الند، تدل على على الإباحة، تدل على غير ذلك. يعني الأمر ربما يأتي لأكثر من 25 معنى، وهذا يدرس في بعض المطولات. مثل ماذا؟ مثل ما هي القرائن التي ممكن أن تأتي تصرف الأمر مثلا عن الوجوب إلى معنى آخر؟ كأن يأتي معه مثلا صيغة تدل على ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، قال ذلك ثلاثا ثم قال لمن شاء. هذه القرينة، هذه اللفظة التي اقترنت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنت لي أنه لا يحتم الأمر علي، وإنما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. كذلك ربما يصرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة مثلا، كأن يأتي بعد حظر، ولهذا يعنون الأصوليون يعنون يعني فصلا بعنوان يعني الأمر بعد الحظر. ماذا يفيد الأمر بعد الحظر؟ هل يفيد الإباحة؟ وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين، وهذا الذي مشى عليه هنا. وهناك مجموعة من العلماء الكبار مشوا على أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، حسب الحكم الذي كان عليه قبل الحظر. وهناك أيضا فريق كبير من أهل العلم مشى على أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، فيكون على حقيقته أيضا في الوجوب ونحو ذلك. لكن هو مشى هنا على أن الأمر يفيد الإباحة. فمثل قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وقول الله عز وجل مثلا وذروا البيع ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أنت الآن ربنا يأمرك أن تترك البيع والشراء عند صلاة الجمعة، فإذا انتهت يقول فانتشروا في الأرض، هل أنت واجب عليك بعد أن تنتهي من صلاة الجمعة تذهب إلى الشراء والبيع والانتشار في الأرض؟ ليس واجبا عليك، وإنما هذا أمر بعد حظر، فبالتالي حملوه على الإباحة.
وقول الله عز وجل: واذا حللتم فاصطادوا. انت ليس واجبا عليك بعد ان تحل من العمره او من الحج ان تذهب فتصطاد، ليس هذا واجبا، وانما هو امر بعد حظر، يعني بعد ان كان محظورا عليك ان تصطاد عند وانت محرم صار الان مباحا لك. لما استقرأوا نصوص الشرع التي ورد فيها هذا النوع من الكلام او هذا السياق ان يكون امرا بعد حظر، يعني وجدوا ان اكثر هذه النصوص تدل على ان الامر بعد الحظر يكون الاباحه، فذهبوا الى هذا الذي ذهب اليه الجمهور. بعض المحققين من اهل العلم عندما استقرأوا النصوص وجدوا ان بعضها ايضا لا يدخل ضمن هذا، بل ربما يرجع الى الوجوب ايضا، وربما يرجع الى الاستحباب، فبالتالي قالوا ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر، فكان هذا ربما اوفق، يعني هذا القول الثاني هو الاوفق. نعم. ثم بدأ في بعض مسائل المتعلقة بالأمر، هل الأمر يقتضي التكرار، هل الأمر يقتضي الفور، ونحو ذلك من متعلقات الأمر، وهذا إن شاء الله ما نبدأ به في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.